تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، كتعلن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الانطلاق الفعلية لبرنامج الدعم المباشر للسكن ابتداء من فاتح يناير 2024. وانا اليوم غنجاوبكم على تساؤلاتكم، واش عندي الحق نستافد؟ كل مغربي أو مغربية يمكن له يستافد إلى ما عندوش ملك مخصص للسكن، وخاص الدار تستعمل كسكن رئيسي لمدة 5 سنوات. هي ما نقدرش نستعمله كمحل الخياطة. لا، السكن المدعم مخصو لا يتكرى ولا يتباع ولا يتزاول فيه أي نشاط مهني خلال المدة المحددة، وفي حالة ما تحترمتش هالشروط خاصك ترجعي الدعم للدولة. أنا لقيت الدار ولكن فايتة مبيوعه، واش يمكن لي نستافد؟ باش تستافد خاص رخصة السكن تكون مسلمة ابتداء من فاتح يناير 2023، وخاص الدار تكون موضوع بيع أول ويكونوا فيها على الأقل 2 ديال الغرف، يعني بيت وصالون. والدعم فيه شي امتيازات أخرى؟ كاين الجديد، الوزارة وقعت اتفاقية مع الموثقين باش الناس اللي غادي يشريوا الدار ب 30 مليون سنتيم أو أقل يخلصوا غير 2500 درهم للموثق. وحنا الناس ديال القرية؟ آه، يمكن لكم تستافدوا لأن البرنامج مخصص للمدن والقرى. وشحال غادي ناخذو؟ إلا كان ساكن ب 30 مليون سنتيم أو أقل غتاخذ 10 مليون، وإلا كان أكثر من 30 مليون سنتيم وما فايتش 70 مليون سنتيم غتاخذ 7 مليون. إيه، وختي اللي عايشة في الخارج؟ جميع المغاربة داخل وخارج أرض الوطن يمكن ليهم يستافدوا، وما تنسوا تسجلوا في المنصة الرقمية دعم السكن، وللمزيد من المعلومات زوروا موقع الوزارة.